سنة 2019 فيها عدة فعاليات وعدة موازنات. الحقيقة البداية كانت مع مشروع ما يسمى خطة ال 135 مليار، هي خطة الهجرة والمهجرين مبالغ الاستقرار. هذه الخطة تم إعدادها قبل أشهر وأرسلنا الكشوفات إلى المحافظة. مؤخرا تم إحالتها في الأسابيع القليلة الماضية. تم إحالة كافة مشاريع خصوصا المنطقة القديمة وتمت المباشرة بها، وجدول تقدم العمل جيد جدا، يعني حتى سابقين الوقت. إذا رأيتم يعني إذا خرجتم في الجولة أن الأعمال تسير بطريق بصورة جيدة، شركات رصينة، يعني هناك بعض العقبات نتجاوزها يوميا، يعني مهندسين المشاريع، مهندسين الطرق يتابعون هذا الموضوع. المدينة القديمة تم تغطيتها بأكثر من 14 مشروع حاليا، مشاريع أحيلت ومشاريع أمانة. المشاريع يعني في كل الطرق، طريق شارع سرج خانس، شارع الفاروق، شارع النبي جرجيس، شارع العدالة، شارع باب لقش، كل الشوارع تم تغطيتها، حتى شارع النجفي وشارع حلب. شارع حلب سيكون يعني بطريقة رصف يعني مقرنص على يعني صيغة تراثية، كذلك إن شاء الله شارع النجفي. فالمشاريع تسير بوتيرة جيدة في هذه المنطقة. بخصوص يعني عموم مدينة الموصل، هناك مشاريع أخرى وهناك خطط أخرى. هناك خطة تنمية أقاليم لعام 2018 تم تفعيلها والمباشرة بها بكامل مشاريعها، وتم يعني ممكن رؤيتها في مناطق متفرقة من مدينة الموصل، يعني أكثر من 30 مشروع، 32 مشروع تم المباشرة بها. كذلك بالنسبة لموازنة 2019 تم مصادقة مشروع، هو الحقيقة عندنا مشروعين في موازنة 2019، هي مشروع آليات بخمسة مليار ومشروع دراسات ب 360 مليون. هذه تم مصادقتها وسيتم المباشرة بها إن شاء الله. كذلك هناك يعني خطط فرعية وخطط على مستوى صلاحيات ميزانية بلدية الموصل نعمل بها في أنحاء متفرقة من الموصل، بالإضافة إلى أعمال التي تقوم بها يعني شعبة المشاريع وصيانة الطرق بوارداتنا الذاتية من قبل دائرتنا. المبالغ المخصصة لعام الموازنة 2019 وما هي المدة المحددة لإنجاز كل هذه المشاريع التي ذكرتها؟ كما ذكرت يعني احنا المشاريع التي تمت المباشرة بها يعني خلال مدة يعني 3 أو 4 أشهر أغلبها ستنجز. بالنسبة لخطة 2019 يعني تم المصادقة عليها ولم يتم المباشرة بها لغاية الآن. هناك أيضا خطة تكميلية تم رفع مشاريع أهم أكثر من يعني 32-33 مشروع تم رفعها للخطة التكميلية. كل هذه الخطط إن شاء الله يتم العمل بها وإن شاء الله ستنفذ قريبا جدا. كم عدد الشركات العاملة؟ كما ذكرت المشاريع التي أحيلت رسميا يعني حاليا هناك 14 شركة تقريبا تعمل في مدينة الموصل، يعني 14 مشروع، يعني كل مشروع لشركة. أحيانا يعني شركة، قسم من الشركات رصينة أخذت أكثر من مشروع، هناك شركات يعني قدمت على مشروعين أو ثلاثة التي أحيلت من المحافظة. فيعني هذا العدد من الشركات موجودة، الشركات رصينة أكثر من 14-15 شركة موجودة. هل يوجد بعض الشركات متلكئة بإكمال المشاريع وهل تم سحب بعض المشاريع من المقاولون المتلكئين؟ في وقت يعني منذ استلامي لم يتم سحب أي عمل، الشركات كلها جيدة، لا يوجد عمل لا يحصل به تلكؤ، يحصل تلكؤ ويحصل عوارض مع الدوائر الأخرى، دائرة الماء، دائرة المجاري، ولكن يتم حله بالاتصالات والمتابعة من قبل مهندسين المشاريع، ويتم حل كافة الأمور المتعلقة في ذلك. ماذا تحتاج الموصل برأيك؟ الموصل أو كبلدية الموصل أنا أحتاج يعني كما ذكرت سابقا، العمود الفقري لعمل البلدية هي الآليات. البلدية تفتقر إلى العدد المناسب من الآليات، نحن نعمل ب20% من آلياتنا، يعني سابقا لدينا 900 آلية، الآن عندنا 200 آلية تقريبا ونصفها عاطل. كل تمويل يحصل أو نتوقعه نطلب فيه جزء منه للآليات. يعني على سبيل المثال خطة 135 طلبنا آليات بخمسة مليار،
هذه الخمسة مليار هي عبارة عن 18 كابسة، خمس شفلات، يمكن خمس ساحبات، بينما حاجة المدينة إلى بحدود 150 كابسة تحتاج المدينة. كذلك أحتاج إلى التمويل للأيدي العاملة، يعني التخصيصات للعمال هي تخصيصات قليلة. العمال الذين يعملون هم 2700 عامل، إذا يعني شلنا 700 هي تقريبا منسبين أو إداريين، يعني 2000 الفعليين. أنا أحتاج إلى 10,000 تقريبا في المدينة، أو طالب بتخصيصات أكثر للعمال. كذلك هناك عائق وهو ميزانية التشغيلية لبلدية الموصل لم تأتي لحد الآن، يعني نحن في شهر التاسع نطالب بها، وطالبنا وأكثر من مرة ذكرناها أنه مصادقة الميزانية العائدة لبلدية الموصل لحد الآن لم تصادق. كل هذه من المعوقات، يعني المدينة تحتاج إلى دعم كبير، إلى مبالغ كبيرة. نحن مستعدون لكل، حتى منظمات نحن متواصلون معها، متواصلون مع الجميع، صندوق الإعمار، البنك الدولي، كل الجهات الداعمة لنا، نحن نمد أيدينا لإعادة إعمار هذه المدينة.